افلام العيد السنه دي من طبعا على راسهم فيلم ولاد رزق الجزء الثالث، وده الفيلم طبعا نتيجه نجاح الجزئين الاولانيين، وده نجاح كبير جدا. لكن المره دي احنا بنشوف او يعني بنسمع ان الفيلم مكسر الدنيا، يعني من اول يوم ليوم امبارح اول عرض ليوم امبارح فعلا. يعني هو بالفعل بدا عرضه، مش هيبدا مع العيد. لا بدا عرضه بالامس، هم كلهم بداوا بالامس العرض الاول ليهم 12 يوليو. وطبعا الايرادات، مؤشر الايرادات بيقول ان هذا الفيلم هو الفيلم الاهم في افلام العيد. وطبعا كتير قوي منتظرين فيلم اولاد رزق، احمد عز وعمرو يوسف ويعني مجموعه كبيره جدا من النجوم. طبعا الافلام الاجزاء الافلام ذات الاجزاء بتبقى افلام مهمه لما بتنجح، لما كل جزء بينجح اكتر من اللي قبله، فبالتالي بيبقى في جزء رابع او خامس الجمهور منتظره.